يقول أنا شخص حديث الدخول في الإسلام، ولدي عائلة تعيش في بلادي الكافرة أو في بلاد كافرة، وفي جهل كبير لأمور وتعاليم الإسلام، ولا يؤدون حق الإسلام من الصلوات طوال السنوات الماضية، لكنهم يصومون فقط، وأرغب في الهجرة وأعيش في بلاد مسلمة. سؤالي: هل أهاجر إلى دولة مسلمة وأترك والدي وأهل بيتي في ظل عدم معرفتهم بالإسلام، أم أبقى معهم لأعلمهم تعاليم الدين الصحيحة من صلاة وصوم وغير ذلك؟ تبقى معهم لتعلمهم أمور الدين، تدعوهم إلى الله عز وجل، فإذا تعلموا وعرفوا واستقاموا على الدين إنك تهاجر. أما ما داموا يحتاجون إليك لتعليمهم ودعوتهم وتفقيههم، أنت تبقى عندهم، لأن هذا من الدعوة إلى الله، ومن البر بالوالدين والإحسان إلى الأقارب. نعم.